كويز. مجموعة من الأسئلة نور، جاوبني في كلمة من غير ما تخمم برشا. مش حاضرها بركا. كبير محضرة. ليه والله ليه والله. باهي شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ أحسن لاعب تونسي توا المتاع شو اسمه برمضان. برمضان. توا في الوقت هذايا. أحسن لاعب في تاريخ تونس. أحسن لاعب في تاريخ تونس. علي خلطت عليهم ولا؟ اللي خلطت عليهم باهي أوكي خلطت عليهم. اللي خلطت عليهم ذكر اسكندر سويع كان يعجبني بالكبير. هاي شكون الديس اللي يعجبك في تونس اليوم؟ ديس اللي يعجبني في تونس والله الحقيقه والله لا نتفرج برشا يا اسلام معناها ما نتبعش والله نتبع نتفرج في جوست في الكلوب وكها معناها ما نتبعش. باهي ملاعبي خدام برشا معاك خدام برشا لعبت معاه خدام برشا مصعب ساسي تبارك الله ايه خدام بالكدير ملاعب بكركا بالعكس ايه لا باهي شكون ديس في العالم يعجبك؟ تفرج في برا ولا ما؟ لا نتفرج شوية لبرا ديس اوزيل يعجبني اوزيل احسن لاعب في العالم اليوم احسن لاعب في العالم تو مبابي تو شكون احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي عزوز عندي سي منظر كبير وسي ماهر كنزاري احسن مدرب دربت عنده زوز هذا مزوز وزاد السمادي مجدوب في الصغار في الكلوب هذوما ثلاثة احسن مدرب في العالم احسن مدرب في العالم يعجبني كلي توا مشى البايرن الصغير اللي كان في لايبزيغ كلينزمان ما نعرفش اسمه هذاك شيخ اي نو مو كلينزمان اللي شاد توا البايرن صغير هاري 34 ولا اقرب لاعب ليك شكون؟ اقرب لاعب الى العيفه اقوى جمهور لعب ضده الرجاء في الرجاء في الكلاسيكو شكون تشجع والله ما عنديش ترجي ليتوال ترجي ليتوال ما شجع حد شجع والله ليه شكون تفضل يعني. والله لا نفضل حد يا سليم والله ما يهمنيش والله نتفرج وكها والحقيقه تعرف عندي حتى مشكله مع حد فهمتي باهي الكلوب سيابيليو شكون تشجع لا سؤال عليك يا سليم الكلوب سيابيليو الكلوب الحقيقه الكلوب احسن هدف سجلته احسن هدف كونتر الكلوب في المنزل كوفران هدف تمنيت لو كان انت سجلته هدف بتاع السفيقس تو ديال نيرمالي من السونتر هذاك ايمن الحارس بونتو تاع فون برشا قداش اكبر سالير خذيتها؟ خير هذيك السؤال معناها 7 ملايين 7 ملايين اقل سالير قال سالي 1.5 مليون في الكلوب كي بدي كانت هذه لوكويز